هام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. أيها الأحباب، في آخر ساعات هذا اليوم العظيم المبارك يوم الجمعة، فلنختم هذا اليوم الكريم بالدعاء للرب الرحيم، ونتضرع إلى الله جل جلاله في ذلك. فالله سبحانه وتعالى في آية الصيام يختم هذه الآيات العظيمة بالدعاء، وفي ذلك سر عظيم، أن الله جل جلاله يشير إلى ارتباط الدعاء بالصيام ارتباطا وثيقا، وأن الصائم له دعوة لا ترد، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر النبي أيضا أن ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنها الصائم حين يفطر. فهذا يوم الجمعة، وهذه آخر ساعاته، والله جل جلاله جعل آخر الأشياء أفضل من أولها، فآخر الأسبوع أفضل من أوله، أفضل يوم الجمعة أفضل من السبت، وآخر ساعات الجمعة هي أفضل من الساعات الأولى لما فيها من الخيرات العظيمة، ولما فيها من تنزل الرحمات والنفحات. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا السر العظيم عندما ختم آيات الصيام بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في ذلك أيها الكرام تربية من الله العظيم للصائم ألا يتكل على صيامه، وألا يجنح إليه، وألا يعتمد إلا عليه ليصل إليه سبحانه وتعالى. الصوم هو من العبادات الخفية التي وعد الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنها بنفسه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع ذلك يشير أن هذه العبادة وإن كانت خالصة وإن كانت سليمة من الرياء والشبهة والغرور والعجب والتكبر وغير ذلك مما يشوب الأعمال، مع ذلك أن هذا العمل متوقف على القبول من الله سبحانه وتعالى، وهذا القبول متوقف على الدعاء. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.